المدرسة مستنينك، أي غلطة ممكن يطردوك، وأنا من ناحيتي سأليش منك. خلاص ركز بدروسك. هاي مين هاي؟ ميساء من القدس. اليوم نقلت مطرت مدرسة العتيقة. شفتكم واقفين عند العلم وبتحكوا، شو ناويين نسوي؟ ممنوع نضل محايدين إذا الواقع حوالينا. حتى احنا نغير العلم، عادي نحط علمنا فوق بدل علم إسرائيل. بتحكي جد؟ آه. شو رأي ميساء بكل الموضوع؟ ميساء كثير حبت الفكرة. مبسوط إنه كل الشيء اللي عم تتجمع هون. لا بس اجيت اشوف اذا بدك نطلع الفعاليه بكره مع بعض. طب ما شمعتي ما يومو عبوتش لايمات ورئاي ركاش بقى كده اللي هستير تعابل في بخلك من بروجكت محكاش الفلسطين. يلا يلا قومي بقى وزي اسرائيل ان بو فلسطين. وسا شو يعني دخلك خططك؟ يعني بدك تحرر القدس؟ اه غير نعمل ضجه كبيره بس لازم ننتبه. تامر علو انت وحياتك لانه انت مفروض تعلق صفات. ليه بكاش تعلو انت؟ هاي الخطة خطتك صح؟ شو أنا بطلت مأمل بالخطة؟